الخميس اللي فات عيدنا عيد الحب. يمكن أنا مش عارف الحكاية بتاعته بالظبط، سمعت لها 50 حكاية، بس أنا عارف الكتاب إن بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه من أجل أحبائه. بيقول كمان بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك قد وضع نفسه لأجلنا. مفيش حب أعظم من كده، مفيش عيد ممكن نعيده أعظم من الحب اللي إدى كل حاجة، إدى كل حاجة. ممكن واحد يحب واحد واتصاب فيتبرع له كيس دم بلتر دم، لكن هو اتبرع بكل دمه لغاية ما في الآخر لما الطعن نزل بعد الدم ماء، كانش عنده ولا حاجة، إدى آخر نقطة للي بيحبهم. إحنا أكتر الناس لازم نحتفل بعيد الحب، الحب اللي الإله جه فيه وإدانا حياته علشان إحنا نعيش. ممكن نقف تاني ونقول الترنيمة دي تاني كده مع بعض، نقول له بحبك بجد، بحبك لأن أنت اللي تتحب. يمكن مش جايين بوردة ليه النهاردة، لكن جايين بكلمات شكر، كلمات محبة، كلمات إعجاب وعرفان بالجميل، ونقول له بصحيح يا رب نحبك مش كلمات. أنت اللي علمتنا الحب، أنت اللي اديتنا محبتك، أنت اللي محبتك خلقتنا واديتنا الحياة، الحياة الجديدة اللي عرفت السعادة والفرح. يا ريت كل الناس عندها اللي احنا بنتمتع بيه من محبة. اقبل النهاردة الوردة دي يا رب من شعبك. يمكن بتتفرج عليا النهاردة في التلفزيون، قدم للرب كلمات الحب دي وقول له بكل قلبك يا رب أنا بحبك، أنا مش عارف كنت هبقى فين من غيرك، أنا مش عارف كنت هبقى مين من غيرك. أنت اللي اديتني كل حاجة حلوة فيا، وعمل رائع عملته كان من إيدك أنت وحدك لحياتي يا رب. بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع، اسمع كلمات الترنيمة دي ممكن تعبر له بحبك بطريقة تانية، ممكن تشكره مثلا، ممكن تعبر ليه بكلمات في جو مليان تذمر الأيام دي، ممكن تيجي له النهاردة بكلمات شكر، بكلمات عرفان بالجميل، إنه محافظ عليك، إنه حميك، إنه مسدد احتياجاتك، إنك قادر تيجي بيته في وسط الظروف الصعبة والميادين اللي بقت خطرة،
ممكن تعبر الرب النهاردة بكلمات شكر. انسى كل تذمر محيط بيك النهاردة وتملي النهاردة بكلمات الشكر والعرفان بالجميل. كل كلماتنا صغيرة عليك مهما نقول يا رب. شكرين على كل شكرين على كل لحظة، شكرين على كل حاجة حلوة في حياتنا انت سببها. كل واحد مننا يا رب ليه حكاية طويلة معاك، ليه أعمال مستمرة بمراحم لا تنتهي يا رب، متشكرين عليها. متشكرين على 20 سنة أو 40 أو 60 سنة أنت مراحمة جديدة فيها علينا كل صباح. متشكرين على إحساناتك على كل واحد فينا كل يوم كل اليوم يا رب. ليك الكرامة وستينا والمجد النهاردة. قبل حمد شعبك وتسبيحاته النهاردة. أنت مستحق وحدك، أنت مستحق وحدك يا رب، أنت مستحق وحدك إنك تأخذ كل عبادة وكل شكر وكل سجود وكل حمد وكل تعظيم في حياتنا يا رب. أحبك لأنك سهل نقول
مات المسيح، مات وقام من أجلنا. بس أنا بتاعي ربنا عاوز يقول لكل واحد مننا، هي مش من أجلنا، من أجلي، من أجلك. بولس بيقول الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. عذراء مريم بتقول بعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. أنا بقى نفسي نسمعها من ربنا كمان وهو بيقولك أنا بحبك، I love you. يمكن ما اديتلوش وقت تسمعها منه، ممكن تاخد منه كمان أنت الوردة دي كده أو القبلة دي، أو تسمعها وهو بيقولك I love you، I love you. صدقني صدقني بالجراحات دي، صدقني بالدم ده، صدقني صدقيني. ممكن نحدى دقيقة كده وتديله فرصة يكلمك كده، فكرك بأعمال كان عاوز يثبت لك فيها أنه بيحبك، مش بس من 2000 سنة على الصليب، لكن النهاردة ومبارح وأول مبارح. مش بعيد، مش مخلصنا، مخلصك ومخلصك، وكان بيفكر فيكي وفيك في الحظيرة دي وفي الحظيرة اللي برا، الخراف اللي في الكنيسة واللي في الشارع واللي في الجامع وفي كل حتة. يحب الكل، يحب كلنا أولاده، كلنا مخلوقين على صورته. ممكن تسمعه وبيقول لك I love you، بموت فيك، بموت فيك، أنا موت بصحيح، مش كلام، I love you. ببصلك بإعجاب، ببصلك بتقدير واحترام زي كل أب بيبص لابنه أو بنته. صاحي أو نايم، شقي أو هادي، يقدر يقول له دايما I love you. يمكن بالذات الأيام دي ربنا عاوز يأكد لينا الحقيقة دي في وسط ظروف صعبة وأيام بتعدي بصعوبة شديدة، عاوز يقول لنا I love you. أنا بحب الكنيسة كلها، بحب شعبي، بحب ولادي، بحب بناتي، أنا مقدر تعبهم، أنا مقدر تعلقهم بيا، أنا مقدر عينيهم المرفوعة ليا ورجائهم المتعلق بيا. عاوز يقول للكنيسة I love you my bride، أنا بحبك يا عروستي، أنا بحبك يا عروستي. أنا اللي طلعت منكم من الدنيا، أنتم اللي طلعت منكم من الدنيا، من كل الخليقة أنتم اللي عرفتوني، أنتم خصتي، أنتم شعبي اللي عاوز أقضي معاكم كل الأبدية. أنت شخصيا وأنت شخصيا، كل اللي مدت إيده ومسك فيها وجاوب، الرب عاوز يقول له I thank you، أنت فرحت قلبي. عاوز أؤكد لك حبي، مش اللي اكتشفته يوم ما عرفتني، لا، اللي كل يوم جديد، اللي مرحمي جديدة في كل صباح، اللي السماء والأرض هتزول لكن إحساني مش هيزول عنك، ولا عهد سلامي لن ينقطع، قال رحمك الرب. يا رب جاي بنيابة عن شعبك هنا واللي بيسمعونا، جاي نقول لك متشكرين على محبة ملهاش تفسير، مالية قلبك ناحية كل واحد فينا، خطاه وأبرار، أشرار أو قديسين، متشكرين 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 على إيدك اللي دايما ممدودة بالمراحم بالخير، ورغبتك انك تتصالح وتصاحب وتصادق كل واحد فينا مهما كان بعده او خلفيته.
احنا عاوزين نقول لك يا رب احنا هنا عشان بنحبك، احنا هنا عشان بنعبدك، علشان عارفين على قد ما احنا عارفين قد ايه انت حلو وجميل وتستحق التسبيح والحمد. اقبل مننا يا رب تسبيحاتنا اللي رفعناها ولا هنرفعها. اقبل مننا النهارده قلوب صغيره بورده صغيره يمكن مفعصه، لكن دي اللي عندنا يا رب النهارده جايين نقولها لك، باللي عندنا نرميه تحت رجليك. ليك الشكر والكرامه والمجد في عينينا يا رب، ليك الكرامه في وسطينا النهارده. امين يا رب. امين. احبني تسعة وعدد 35 كلام عن رب يسوع. وكان يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. الحته دي برضو هتلاقي نفس الكلمه دي اما اعدم يوحنا المعمدان وتلاميذ جم حكوا له ازاي اعدم، واكيد كان زعلان جدا وقال لهم تعالوا نروح موضع خلاء، ومكانش عندهم وقت حتى ولا ياكلوا. واول ما قعدوا يا دوب يستريحوا اجتمع اليه جموع كتيره واتقالت عليهم نفس الكلمه دي ان هو تحنن عليهم رغم تعبه ورغم حزنه على يوحنا،
على الأقل كان قريبه ومش بس تلميذه. واتقالت نفس الكلمة أنه شاف الجموع وتحنن عليهم لأنه رآهم منطرحين ومنزعجين كخراف لا راعي لا عارفين. خراف اللي ملهاش راعي، كل واحد يمشي في حتة وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه، كل واحد يرى اللي هو طريقه أنه هو صح. أنا تهيألي ربنا لما بيبص على بلدنا في اليومين دول بيشوف نفس المنظر ده، بيشوف ناس منزعجة منطرحة ماشية كل واحد بمزاجه، كل واحد شايف ان هو اللي بيعمله صح. وتالي تنطبق عليهم نفس الكلمة، تحنن تحنن. كل اللي في قلبه عليهم، ما فيش لوم، ما فيش غضب، ما فيش ثورة جواه، ولا كل اللي في قلبه حنية عليهم، اللي مليين الميادين، اللي مليين محافظات، وجه بحري ووجه قبلي، كل اللي في قلبه عليهم التحنن، وشايف الضياع وشايف التوهان وشايف الثورة وشايف الألام اللي جواهم. أنا تالي لازم نكون شايفين الصورة من عينين ربنا، ونفسي إن احنا كمان نتحنن على الناس دول، الناس اللي فقدوا معنى كتير قوي للحياة، وفقدوا رجاء كبير قوي. عن بدو من سنتين على الأقل في غد أفضل، في عيش وحرية وكرامة، وكل أملهم ضاعت. كتير قوي من الشباب بيقولوا بتوصل ل 30% نسبة البطالة بينهم أو أكتر، واللي شغال أصلاً قفل، واللي مش لاقي أكل عياله، واللي عنده أحزان في بيتهم فقد قريبه، اللي بقوا كتير الأيام دي جداً، أو مسجون أو معتقل أو مش عارفين طريقه. ورب عاوز كنيسته تتحنن وتحس بالشفقة على هذا الشعب. مش جايين عشان نتعزى، ولو إنه الرب دايما بيعزينا، لكن جايين نتحنن، جايين نعلن محبتنا لهذا الشعب، ونعلن إحساسنا بكل الناس اللي نعرفهم أو ما نعرفهمش، اللي معانا واللي علينا، اللي بيشتمونا واللي بيأيدونا. الموضوع مش إحنا خالص، متهيألي الموضوع هم. احنا موجودين علشانهم، هم موجودين علشان احنا على الاقل على الاقل ضامنين الابديه. نفسنا نعينهم هنا في الارض في مشاكلهم، ويمكن في يوم من الايام، وده اللي هنجيلها بعد كده، ان احنا نعينهم انهم يكونوا كمان في الابديه معانا. انا نفسي نتحنن، مش عارف نعملها ازاي، لكن على الاقل ناخد دقايق كده تحط نفسك في مكانهم. يمكن ربنا حمينا اليومين دول، لكن ده ما يمنعش ان احنا نحس بيهم. احنا شايفينهم اصحابنا، اخواتنا، قرايبنا، يمكن كنا معاهم في الميدان ويمكن هنكون، لكن حتى لو ما كناش، احنا واحد مع الشعب ده، مصيرنا واحد في مركب واحده، اللي بيجرى لهم بيجرى لنا، واحنا مش عاوزين نتركهم لوحدهم. على الاقل نتحنن، ويمكن بعد كده هنعمل أكتر، لكن على الأقل عاوزين نحس بيهم، نحط نفسنا في مكانهم ونبتدي نصلي ليهم. بعد شوية خد دقيقة بس كده من فضلك، يمكن لو أنت شاب حط نفسك مكان شاب فقد صاحبه ومش لاقي الشغل ومش عارف المستقبل، يمكن لو أنت أب حط نفسك مكان أب بيقعد طول اليوم مش لاقي حد يأجره يجيب له رزق عشان يأكل عياله آخر اليوم، ولا يوديهم المدارس، ولا بقالهم سنتين ما جاب لهمش لبس جديد، أو حاسس مش عارف عايش ليه. يمكن لو أنت أم حسي بابنك اللي خرج مش عارف هيرجع ولا لأ، بالذات كل يوم جمعة، ودلوقتي بقت كل الأيام بالذات في وجه بحري. حس كمان انه مش صدفة انك موجود اليومين دول في البلد دي، ليك دور. على الاقل زي ما بيقول الكتاب، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. يمكن مش عارفين نعمل حاجة، لكن خلينا نعيط معه، ويمكن في يوم من الايام نعيد معه.
ممكن كمان نوصي الرب عليه، نقول له انت اللي تقدر، احنا ما عندناش، انت اللي تقدر، انت اللي تعزي، انت اللي تشجع، انت اللي تفك الضيقه. انت اتكلمت كلام صالح قوي على الشعب ده، وقلت مبارك شعبي مصر. انت اتكلمت ان انت هتخرجنا من ضيقه، قلت ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب ويشفيهم. تيجي نصرخ انت واللي جنبك كده الدقايق اللي جايه من فضلك، وتقول يا رب انا حاسس بيهم، او عاوز احس بيهم، انا مش عاوز اعيش بعيد عنهم، انا عاوز احس بيهم. انا بحبهم قوي يا رب، بحب محمد وعلي وزينب وساميه وفاطمه. ممكن تصلي اتنينات كده، لو انت مش حاسس اطلب انك تحس زي ما هو حاسس. قول له عاوز اتحنن يا رب، عاوز اشعر بحنيتك لهذا الشعب ده، عاوز اشعر بانينك وانت بتبكي لهذا الشعب، مش عاوز اعيش في برج عالي يا رب. مش عاوز اغمض عيني عشان ما توجعش، مش عاوز ابعد عنهم عشان ما احسش، عاوز ابقى معاهم في الميادين، في الاحتياج، في الصراخ، في الالم. عاوز اكون زيك يا رب، اقول اصنع خير، اعلم واشفي. عاوز اكون مصدر يا رب، من مصادر الشفاء يا رب البلد دي يا رب. عاوز اطلق يدك يا رب عشان تبارك الشعب ده، عاوز اكون دموعك، عينيك اللي بتبكي يا رب نهارا وليلا على 85 مليون كلهم زي خراف مشتتة ملهاش راعي، مفيش كبير في البلد دي اليومين دول. انا عاوزك انت الكبير في البلد دي يا رب، انا عاوزك انت الكبير، انا بنتخبك انت الكبير للبلد دي يا رب، انا بنتخبك رأس ليها، انا بنتخبك معزي ومشجع، انا بنتخبك رئيس، يمكن مش رئيس رسمي لكن رئيس يقدر يزور كل بلد، رئيس موجود في كل اوضه وفي كل حاره وحاسس بكل واحد وكل واحده، رئيس بيحب وبيتحنن وبيشفق وبيحس بالرعية. بتخبك ليهم يا رب، ببعتك ليهم النهاردة يا رب. انت عاوز يا رب، انت عاوز، انت قلت وصوني من أجل شعبي، انت قلت اوصوني من أجل رعيتي. أنا بوصيك على شعبك مصر يا رب، أنا بوصيك على رعيتك، أنا بوصيك على 85 مليون كلهم يا رب. على كل المحتاجين بوصيك، على كل التعبانين بالذات، على كل الحزانة اللي فقدوا ناس من عيلتهم بوصيك النهاردة يا رب، بوصيك النهاردة. أنت صالح للكل، انت صالح للكل، انت صالح للكل.
الأيام دي في أزمة كبيرة جداً جداً بصراحة على المستوى السياسي. عمرنا ما شفنا انقسام زي انقسام الأيام دي. كل واحد بيطرح مبادرة والتاني رافضها تماماً، غير قابل للنقاش. كل الأطراف مش عاوزة تتنازل. المستوى الاقتصادي انت عارف، كلكم عارفينه، مش عارف نسمع عن شهور قليلة جداً ومش هيبقى قادرين يمولوا أي حاجة، ولا العيش ولا البنزين ولا سداد الديون. ولا المستوى الاجتماعي عمرنا ما شفنا الانقسام في البلد ده لأقطاب متنافرة تماما، ومحدش كبير في الموضوع، محدش عارف حل، كل واحد بيطرح مبادرة التاني مش قبلها. احنا محتاجين يسوع، عاوزينك يا يسوع، عاوزينك تيجي بلدنا. انت كنت بتقول بتشفي كل ضعف كل مرض في الشعب، واحنا جايين ببلد مريضه جدا يا رب. تعال امشي انت واشفي البلد دي يا رب. عاوزينك تيجي بلدنا، عاوزينك تيجي بلدنا، تيجي نقولها له مش ترنيمه لكن صلوه، صلوه قولها بكل قلبك، علي صوتك جدا، نشز عن النغمات، اصرخ بكل قلبك، عاوزينك تيجي بلدنا، عاوزينك تيجي ميادنا، عاوزينك تيجي لعائلاتنا، عاوزينك تيجي لمكان الرئاسة، عاوزينك تيجي للسياسة، عاوزينك تيجي للاقتصاد، عاوزينك للكل يا رب، عاوزينك لبلدنا قوي يا رب الأيام. عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع. Yeah.
كلنا نصلي الطلبة دي في نفس واحد. عاوز أقول لكل واحد تقدمنا في صلاة، علي الطلبة دي قدام رب، قول له عاوزينك يا رب البلدنا، علي صوتك النهاردة، اطلب الرب، اطلب الرب، اطلبه زي ما جاله قائد المياه قال له في آخر نفس ابنتي يا رب، اطلبوا لبلدك، بلدنا في آخر نفس يا رب، ادلها انت قبلة الحياة يا رب، ادلها انت أمل جديد يا رب، افرجها من عندك يا رب، افتح لها باب السماء من عندك يا رب، حل المشاكل يا رب، حل المشاكل، المس البلد دي بإيدك، قول كلمتك، قول كلمتك، لسه ما قلتش، لسه في السياسة، لسه في الاقتصاد، لسه في الاجتماع، لسه عندك كلمة أخيرة، لسه عندك كلمة أخيرة، لسه تعرف تشوق السماء والجنة بفرج، ادينا أوقات الفرج من وجهك، ادينا زيارات السماء، ادينا الحل الإلهي، ادينا الكلمة الأخيرة اللي من عندك، قول كلمتك، قول كلمتك، الشعب مستنيك، عينينا نحوك، رجانا فيك، ما عندناش رجاء في قائد أو مخلص، عندنا في يسوع، عندنا في يسوع كل الرجاء، الذي لا يخزى منتظروك إلى الأبد. اسمعنا النهاردة، اسمع شعبك وكنيستك وهي بتطلبك للبلد دي وهي رافعة إيديك الاتنين يا رب، إيديها الاتنين نحوك، عندك الحل، عندك الأمل، عندك السماء مليانة بالبركات، افتحها علينا يا رب النهاردة في اسم يسوع.
شوفوا عينينا مش كل الحقيقة، في عالم تاني في السماء هو اللي بيحرك الأحداث اللي في الأرض. دانيال لما أعلن ليه إن الوقت جه لرجوع السبي، مرة 70 سنة اللي شعب الرب مزبي فيها وابتدى يطلب من الرب الفهم والبصيرة، قاعد يصلي 21 يوم، ومكتوب إنه ملاك جاله بعد 21 يوم وقال له من اليوم الأول اللي انت ابتديت تصلي فيه أنا أرسلت إليك، لكن رئيس مملكة فارس وقف أمامي وأعاقني هذه الأيام. في عالم روحي في السماء، ما كانش عاوز الإعلان اللي جاي لدانيال ده يكمل وقومه مقاومة شديدة ونجح في إعاقته وقت طويل. وأنا متأكد إن في إعاقات شديدة في عالم الروح منعة أو مأجلة طلبتنا إنها توصل للسماء أو إن استجابة الرب تأتي إلينا في الأرض، وإحنا عاوزين النهاردة نقف ضد هذا العالم الروحي، لأن الكتاب قال لنا أن أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. احنا النهاردة جايين ندوس هذه المملكة باسم الرب يسوع، جايين نحتمي في عمل الرب، وجايين ناخذ سلطان باسم يسوع اللي أشهرهم جهارا على الصليب، جايين نحارب عن هذه الأمة في السماويات. احنا حروبنا مش مع الناس، مش مع لحم ودم، كل البشر حبايبنا، كلهم حبايبنا، احنا حروبنا مع الشيطان، مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدار، مع رؤساء الظلام اللي بيفرضوا ظلامهم على الأرض وعلى الشعب، مش مع البشر. احنا حروبنا مع ميادين أخرى هناك، وجايين في المكان ده هو المكان المظبوط اللي نحارب بيه باسم الرب يسوع، وان احنا نقف كجيش قوي باسم الرب، نربط العدو وناخذ كل أمتعته اللي حاربنا بيها. هو قال أنا رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، وأنا أديكم السلطان ده، إله السماء سيسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. ناس كلنا النهاردة نأتي باسم الرب يسوع نقاوم العالم الروحي اللي في السماء اللي بيفرض مشيئته على الأرض وبيقاوم عمل الرب، يقاوم كل حرية وكل رغبة في هذا الشعب للخلاص والتحرير من كل عبودية بتفرض عليه في هذه الأيام. أمين. أنا عاوز كلنا كده نرفع إيدينا للرب، عاوزين في نفس واحد كده النهاردة نقول باسم يسوع ننتهرك يا عدو البر عن بلدنا، باسم يسوع نقيدك عن هذه الأمة، نغلب كل رؤساء الشر في السماويات، ارحل من أمامنا، ارحل من أمامنا، ارحل من سماوات بلادنا باسم يسوع المسيح، جايين في الدم نغلبك باسم يسوع المسيح. أمين أمين. ارحل من أمامنا، ارحل من هذه البلد، لم اعزلك واخرج فوق السماوات دي باسم يسوع المسيح. بيخاف، ما بيختشيش، ما عندوش دم، هو بيخاف، لما تشخط فيه خاف، لما تنتهره يكش منك، يعرف ان الاسد اللي خارج من سبط يهوذا في اعماقك. عاوزين نغلب النهارده العدو، عاوز
عاوزين يصغر في عينينا، عاوزينه تشوفه بحجمه الحقيقي، عاوزين نعلن انتصار الرب عليه، عاوزين نعلن ان قد جاء من هو اقوى منه وغلبه ووزع غنائمه، نعلن حريتنا وتحرير كامل لهذه الامه من كل كفه العدو النهارده. ابليس مغلوب ترنيم 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 بيسوع،
عدد من إشعياء 60. وعدد واحد يقول: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. إمتى بقى؟ إمتى تقوم تنور تشرق؟ إمتى مجد الرب يجيلها؟ يقول: لأنها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. في الوقت اللي الظلمة فيه تغطي الأرض واللي الظلام الدامس بيغطي الأمم، يعني مش بس الأمة، الأمم اللي حواليها، أظن منطبقة جدا علينا الحتة دي قوي.
أما عليك فيشرق الرب، يعني المعاد بتاعه اللي تعرفي إن هو جاي ليكي وتقومي وتنوري بنوره، هو الوقت اللي تظلم فيه بلدكم والبلاد اللي حواليكم. الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس بتغطي الأمم. في الوقت ده يشرق الرب عليك ومجده عليك يرى. إيه اللي يحصل؟ لما هي تنور في وسط الظلام كله فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. فجره هيشرق مش بس عليكي، على كل الحتت. اللي ما تحبش الظلمة، اللي نفسها في نور، ده أكتر وقت هيبان نورك، وده أكتر وقت الرب بينادي على الكنيسة قومي. المعاد جه، قومي، المعاد جه، قد جاء نورك، مجد الرب أشرق عليكي. إن إحنا مش شايفين يا رب غير ظلام، هو ده الوقت اللي الرب بيجي فيه، مش كده؟ في الهزيع الرابع، في اشتداد الظلمة الشديدة قبل الفجر، هو اللي دايما كان يجي لتلاميذه. بالذات بقى جاي وعدها بإيه لما يجي؟ نرى كده عمال يحكي لها أن قلبك هيخفق، مش هتصدقي نفسك. نرى من عدد 6 مثلا، عدد 7 عشان الوقت ضيق. بيقول هيقولك كل الناس من كل حتة، ارفعي عينيك هتشوفيهم جايين زي الحمام اللي راجع بيته في وقت المساء، خلاص راجع العش بتاعه، لكن بيحكي حاجة محددة هتحصل ليها. بيوعدها، بيقول كل غنم قدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك، وتصعد على مذبحي، مقبولة على مذبحي، وأزين بيت جمالي. هيجي يزينوا بيت جمال الرب، هما اللي هيزينوه. مين؟ كباش غنم قدار وكباش نبيوت. في تكوين 25 نعرف مين كباش ونبيوت، دول مشهورة الحتة دي. تكوين 25 وعدد 12، وهذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة. وهذه أسماء بني إسماعيل محددة بالاسم، بأسمائهم حسب مواليدهم: نبيوت بكر إسماعيل، وقدار وأدري. ونكملهم كده. المهم إن غنم قدار وكباش نبيوت هي اللي هتأتي مقبولة عند ذبائحي. أولاد إسماعيل اللي مليين المنطقة العربية، اللي مليين الشرق الأوسط، اللي بيسكنوا في هذا المكان، هم دول اللي رب هيأتي بيهم وهيزين بيهم بيت جماله. هو ده المعاد اللي هم يرجعوا فيه لما الظلمة بتشتد، لكن عليك بيشرق النور. هم يأتوا من هذا الظلام إلى النور، وأنا أقبلهم كذبائح مقبولة، كتقدمة مقبولة يزينوا بيها بيت الرب، ويقول لهم ويلكم، ده بيتكم وده المعاد لرجوعكم. واحنا عاوزين الكنيسة الأيام دي تستيقظ لاستقبال هذا المجموع العظيم اللي جاي من كل البلاد اللي حوالينا ومن هذه الأمة. النهاردة في حدث عظيم بيحصل، تالي دلوقتي حالا كل رؤساء الطوائف مجتمعة عشان تكتب دستور جديد، ميثاق لمسمينه مجلس كنائس مصر. كان في زمان مجلس كنائس العالمي، رؤساء الكنائس بيمضوا دلوقتي ميثاق للحب، يعملوا لأول مرة مجلس كنائس مصر يكون متحدث بالنيابة عن الكنيسة قدام كل الناس. الكنيسة في مصر بقى لها مجلس واحد، صوت واحد هو اللي يتكلم عنها، الأنبا تواضروس وكل رؤساء الطوائف وكنيسة لأجل الكنائس. ليك المجد يا رب، ليك الكرامة، وانت بتجمع كنيستك. هو بيقول لها قومي، الكنيسة ابتدت تستيقظ وبتتوقع مجيء عظيم للرب بعد هذه الوحدة. خلينا نشكر الرب كده على الأمر ده. وفي أمر كمان هنشكر الرب عليه بيحصل قريب من فضلكم، ممكن كده نتقسم اتنينات أو تلاتات، نشكر الرب ونكمل. قول يا رب أنت قوم الكنيسة من نومها، أنت ولع الكنيسة من تاني بنيرانك يا رب، أنت تأتي بكنيسة حية تفتح أحضانها تكون مليانة بالحب لاستقبالها. النايم يا رب في الكنيسة تقومه، اللي لسه محصور في نفسه يا رب، اللي مش شايف الدعوة العظيمة اللي عليها، أنت يا رب اللي تدعوها النهاردة.
عاوزين الكنيسة تقوم وترحب أولاد إسماعيل في هذه الأيام في اسم يسوع. أنت بديت تقزها، كمل كمل اللي أنت بديته يا رب من فضلك. أنت بديت تعمل معانا حلم عظيم، أنت تكمله لينا، أنت تدينا أكتر من اللي طلبناه أو حلمنا بيه يا رب في هذا الجيل في اسم يسوع. أنت تقيم كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غط في هذه الأمة، في هذه الأيام، في هذا التاريخ، لهذا الشعب يا رب اسم يسوع. أنت بديت تخذها، أنت إيدك عليها ما تسيبهاش لغاية ما تقوم وتقف وتتحلى بجمالك وببهائك في اسم يسوع المسيح. اشرق عليها بمجدك وتفوقها، دور عليها في وسط الظلام. أنت بديت وأنت تكمل يا رب، كل أسوار طعب التمام يا رب، مش بس بدايات، تكملة في اسم يسوع المسيح. الوحدة الصغيرة دي تكمل تكمل، تصير شهادة لكل الأرض باسم يسوع المسيح. بعد سبات طويل قومها، امسك بيدها زي ما قومت طبيصة من الموت، قل لها قومي، قل لها اصعدي مقبولة عندي، اشرق بمجدك عليها فتفوق باسم يسوع المسيح. نادي عليها يا رب الاسم، نادي عليها وهي نايمة يا رب من فضلك. صلي ان الوحدة اللي بدأت تكبر اسرع مما نتخيل او حتى من القادة يتخيلوه باسم يسوع، بحسب ما هي في قلبك يا رب، بحسب ما صليتها في يوحنا 17، ليكونوا واحدا كما انت والاب واحد في اسم يسوع، لنكن هذه الكنيسة في هذا الجيل لهذا الشعب في اسم يسوع. استيقظي استيقظي، البسي عزك، البسي جمالك، البسي الوحدة، البسوا بعضكم بعضا أحشاء رأفات، البسوا المحبة رباط الكمال. استيقظي يا كنيسة، امسكي في ايدين بعض، لأني بأحب الوحدة وبأسكن في جسد واحد، وليا في هذه الأرض عروسة واحدة، إنجيل واحد، روح واحد، معمودية واحدة، إيمان واحد باسم يسوع المسيح في هذه الأرض.
أنا عاوز أسأل أسيس روبرت معانا. بس روبرت، can I ask you to pray for the church in Egypt, please؟ دكتور ساير ممكن تيجي تترجم له؟ تعال تعال. I just want you to pray for the church in Egypt, please, Pastor. Amen. I will translate you. Okay, I just pray. Yes. Okay. Let's pray. خلونا نصلي. Lord Jesus, you are the King of Kings and Lord of Lords forever. رب يسوع أنت ملك الملوك وسيد الأسياد إلى الأبد. You have been revealed to destroy the work of the devil. أنت أظهرت لكي تنقض أعمال إبليس. You are king over Egypt. أنت الملك فوق مصر. And every knee shall bow before you. وكل ركبة هتسجد ليك. Your church has been washed by your blood. الكنيسة قد غسلت بدمائك. Your church is your army. الكنيسة هي جيشك. United. هي القادرة باسمك. By the power of your blood. وهي بقوة دمك. Strengthen your church. قوي كنيستك. Equip your church. Equip the church. املا كنيستك. Give to your church all the armor you have prepared for it. أعطي كنيستك السلاح الذي جهزته إليك في هذه الأيام. Open the store of your weapon and give it to your church to destroy the work of the devil. افتح كل مخازنك واعطيها للكنيسة في هذه الأيام في مصر. Arise in your church. انهض في كنيستك. And let your enemies scatter. فيهرب أعدائك من أمامك. Arise in your church in Egypt. قوم يا رب في كنيستك في مصر. Let the powers of darkness be under the church, the feet of the church. لتكن كل قوة الظلام مقهورة تحت أرجل الكنيسة في هذه الأيام. Jesus. يا يسوع. You are the only solution. أنت هو الحل الوحيد. You are the hope of Egypt. أنت هو رجاء مصر. You are the healer of Egypt. أنت هو الشافي لمصر. You are the head of the church in Egypt. أنت رأس الكنيسة في مصر. Let every knee bow before you. لتسجد أمامك كل ركبة في هذه الأرض. Let every tongue declare that you are King of Kings. يعترف فيك كل لسان أنك أنت ملك. And Lord of Lords. وملك الملوك. We cover your church by your blood. نغطي كنيستك بدمك. And we cover your nation of Egypt by your blood. ونغطي كل أرض مصر بدمك. Be glorified. تمجد يا رب. Give peace to your body. أعطي سلام لجسدك. And strengthen your body. وقوي كنيستك. We give you all the glory. نعطيك كل المجد يا رب. You are the lion of Judah over Egypt. أنت هو أسد يهوذا فوق مصر. The time of the black lion is over. The time of black lions is over. وقت الأسد الأسود إنه يخرج من هذه الأرض. It is your time, all you lion of Judah. هو ده وقت الأسد الغالب الذي خرج من صفيه. It is your time, all you lion of Judah. أنت وحدك هذا وقتك يا أسد يهوذا. Arise in your church, all lion of Judah. انهض في كنيستك يا أسد يهوذا. In your name we pray. نحن نسأل في اسمك. In Jesus name we pray. في اسم المسيح نسأل. آمين. 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 Thank you pastor very much. مسيح. عندي حاجة أخيرة خبر وهنصلي له. إن شاء الله من يوم 28 ل 30 مارس هيكون عندنا اجتماع صلاة لكل الأمة في الوادي. عاوزين على الأقل 10,000 واحد يأتوا مصلين من كل الطوائف لأجل هذه الأمة اللي كان عندنا حلم كبير رب ادهولنا في الوقت اللي جاي من 28 ل 30 مارس هيكون لنا كل الطوائف زي كده 11-11 يكون لنا اجتماع عظيم بس 3 أيام مش بس ليلة صلاة 3 أيام أنا سعيد جدا بهذا الأمر حاسس قوى السماوات هتتفتح في البلد في هذه الأيام بلدنا مش هتكون زي ما كانت قبل الثلاث ايام دي مش هتكون بعدها هتكون عمل عظيم للرب في ارضنا ممكن نصلي من فضلكم كلنا واحنا واقفين نرفع ايدينا نقول يا رب عاوزينك الثلاث ايام دي سماوات مفتوحه فوق ارضنا ادينا في هذه الايام كل الكنائس وكل الطوائف وكل البلاد تكون ممثله يا رب في هذا الاجتماع سماوات مفتوحه فينا صلي من فضلك اطلب اطلب الرب يرسل فعلة لي في هذه الأيام محاربين جيش خلاص يأتوا للخلاص وللدفاع عن هذه الأمة
انهض يا رب أبطالك وأتي بيهم في الصغر أمامك عن هذه الأرض. ضع صلوات، ضع دموع، ضع طلبات يا رب. شجع شجع كل أبطالك يأتوا من كل حتة في هذه الأيام. لغاية هذه الأيام يا رب ادينا صلوات من أجل هذه الأيام، ادينا انتظارات عظيمة، ادينا أصوام رائعة من عندك في اسم يسوع المسيح يا رب، في اسم يسوع. ممكن أطلب من الدكتورة نورة تيجي وتصلي من أجل هذه الأيام، تطلب لينا سماوات مفتوحة فوق الأيام دي، كل الطوائف وكل الشعب. يا رب احنا نباركك، احنا متشكرين يا رب، متشكرين عشان عارفين انه ده معاد الهي يا رب. احنا عارفين انه ده معاد الهي يا رب، معاد خاص جدا في قلبك، ومصدقين زي ما ابنك كان بيقول يا رب انه رب مصر يا رب بعد الايام ديت يا رب هيبقى في حاجه مختلفه، هيبقى في حاجه مختلفه وحاجه مختلفه يا رب جوه الكنيسه يا رب، يا رب وفي الارض يا رب. احنا بنشكرك، بنشكرك لانه قوى السماوات تنفتح علينا، قوى السماوات تنفتح علينا، لانه المطر المخزون يا رب من سنين طويله ياتي بغزاره ويغرق يا رب كل الارض. يا رب مبارك اسمك، انه شعبك هو مجتمعه بيصرخ لك يا رب. تصدق انه ابواب عتيه تتفتح في الايام ديت يا رب، ابواب تتفتح على مصراعيها يا رب، لانه ده زمن استجابات الصلاه، ده زمن استجابات صلوات مخزونه لسنين يا رب. مبارك عملك، مبارك عملك. عشان كده يا رب فيش يا رب كل مقاومة من عدوك لا تكون، كل سهام من عدوك يا رب ترتد لقلبه، والمعدة يا رب يخرج للنور، واللقاء ده يخرج للنور، متحدين مع بعض طالبينك، ونصدق نصدق حضور إلهي عجيب، حضور إلهي عجيب يا رب. هللويا هللويا يا رب، لأن قوة سماواتك تتفتح علينا، لأن يا رب صحب مجدك يا رب تغطينا في الأيام ديت يا رب. عشان كده رب ادينا نعمة، ادي للكنيسة في أرض مصر نعمة في الوقت اللي جاي. أنت عايزنا نصلي ونصلي ونصوم وننتظرك ونستناك يا رب. انت عايزنا يا رب نطلب من اجل الايام دي بطريقه خاصه يا رب، وقلبنا يمتلئ يا رب بالتوقع وبالايمان. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، ليك كل المجد. امين امين. قبل ما نختم بس بالتسبيح ونصلي طلبات الصلاه، عندي قسيس عاطف طلب مني تصحيح لحاجه قالها الاثنين اللي فات لما صلينا من اجل اختنا اللي في السودان اسمها رعوس، اللي قبض عليها، والاسيس عاطف وحضراتكم صليتوا لها انها عذبت كثيرا واضطهدوها، وهو قال انها اعترفت على بقيه زملائها. هم كلموه من السودان قالوا بالعكس، والعكس بالظبط هو اللي حصل، هي رفضت رغم كل العذاب انها تتكلم. هم كانوا اوريدي عرفوهم وقبضوا عليهم ورحلوهم، هي دلوقتي طليقة بس خدوا منها الباسبور، لكن هي ما اتكلمتش، والأسيس عاطف قال أنا عاوز إن أنت تقول هذا التصحيح. أنا يعني وإحنا بنختم بطلبات الصلاة دي عاوز أقول لكم إن التنبيهات عن المؤتمر اللي جاي، المعلومات عنه والحجز إزاي هيعلن ليكوا الأسابيع اللي جاية، احجزوا بس الميعاد من 28 ل 30 مارس في أجندتكم. يمكن الوادي هيكون مخصص لكل البلاد اللي بتأتي من بره القاهرة، والقاهرة نروح ونيجي كل يوم. ممكن نختم كده بترنيمة صلاة وبعدها نقف نصلي لطلبات الصلاة. عادل ممكن تيجي تصلي لنا بعد الترنيمة دي لطلبات الصلاة، وبعدين نختم بعد كده بالصلاة الربانية مرنمة. ليس من يغلق وتقفز الجبال.
قبل ما انتقل رسالة انا نفسي انبه بس الاحباء عاوزين ينضموا لعضوية الكنيسة وقابلوا المجلس يوم 1 مارس جمعة 1 مارس هيكون الانضمام اخذ العود عليهم هنا في الكنيسة اللي اوريدي قعدوا مع المجلس فاي حد بينكم تقدم مع المجلس يجي يوم 1 مارس عادل حبيبي عندنا يوم من يوم 8 ليوم 10 مارس اللي جاي ده على طول نهضة في الكنيسة هنا اي حد جديد تدعوه الأول مرة يعرف الرب من فضلك ادعيه من يوم 8 ليوم 10 مارس عادل فضل يا رب احنا جايين دلوقتي يا سيد نتقدم إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه جايين ليك يا من كنت تجهول تصنع خير وتشفي كل المتسلط عليهم إبليس يا رب احنا مش جايين بأسامي لكن كل اسم من دول غالي على قلبك قوي لأن كل اسم من دول يا رب انت يا رب فديته بدم غالي وسمين يا رب احنا جايين بنتقدم بالأسامي دهيت لعرش النعمة يا رب احنا عايزين ننال معجزة شفاء اطلق يدك المعجزية يا يسوع اطلق يا أبويا السماوي يد يسوع المعجزية على كل اسم هنا هوت على كل من يحتاج إلى معجزة شفاء يا رب تنازل من السماء النهاردة تنازل يا رب لعبيدك يا رب كل اسم هنا مكتوب ده بيعلن إيمانه بأنه يثق في صلاة الكنيسة ونحن ككنيسة يا رب نتقدم يا رب عندنا إيمان أن ننال معجزات لكل اسم ولكل واحد يا رب قدام الشاشات دلوقتي يا رب قاعد مريض يا رب يحط ايده على المرض دلوقتي يحط ايده على الحتة اللي هو بيتألم منها ويعلن ايمانه في شخص المسيح يعلن ايمانه ان هو يقدر ياخد شفاء دلوقتي لان يسوع عايز ويقدر يسوع عايز يدي الشفاء لكل واحد ويقدر يعمل معجزات يا رب احنا نصلي بايمان ككنيسة لكي ننال معجزات شفاء ونفرح يا رب وشعبك يفرح وشعبك يا رب يفتخر بيك وشعبك يشاور عليك بافتخار يا رب ويعلن شفاء يسوع على كل الأرض دي هي اللي احنا عايشين في وسطيها نعلن يا رب بإيمان يا رب إن الوقت اللي جاي كتير قوي يجوا الأبواب الكنيسة مرضى ومأسورين لكي ينالوا حرية وشفاء يا رب في اسم الرب يسوع نتحد مع بعض في الصلاة الربانية مرنمة Yeah.
كده من فضلك. احنا حاربنا النهاردة حروب روحية في السماويات، عشان كده نفسي قبل ما تخرج اعلن حماية الدم عليك النهاردة. احتمي في دم المسيح النهاردة على اجسادك، على نفسيتك، على ممتلكاتك، على بيتك، على عيلتك. يا رب اسم الرب، شعب الرب محمي فيك النهاردة. كل اللي حارب الحروب النهاردة، كل النهاردة قاوم إبليس يا رام مكسور تحت رجليه، يا رام حماية الدم عليه من كل جانب، عليه وعلى أولاده وعلى عيلته وعلى ممتلكاته وعلى كل ما تمتد إليه عمله. وكل الشعب الرب يقول آمين آمين.